اي جي اكس 70 لما اي جي اكس 30 30 المؤشر الرئيسي بيشهد قوه، اي جي اكس 70 بيشهد بعض التراجع البسيط لسبب، مش التراجع في قيمته، التراجع في حجم التداولات اللي بتتم على الاسهم اللي موجوده داخل نطاقه، لانه دايما الحركه ما بين، في علاقة عكسية ما بين حركة المؤسسات وحركة الأفراد. احنا دايما بنسمي مؤشر 30 بمؤشر المؤسسات ومؤشر 70 بمؤشر الأفراد، لأنه الأفراد بيميلوا أكثر إلى أن هم يشتروا في الأسهم اللي موجودة في المؤشر 70، والمؤسسات بتميل أكثر أنها تشتري في المؤشر، في الأسهم المقيدة في المؤشر 30. لكن دي مش الحقيقة كاملة، هو أحيانا بيحصل خليط ما بين الأسهم هنا وهنا. المؤشر السبعيني هو بيشمل الأسهم المتوسطة والصغيرة إلى حد ما، لأنه طبعا ما عندناش أسهم صغيرة بجد في البورصة الرئيسية الأم، لكن الأسهم اللي أسعارها إلى حد ما أسعار قليلة بيقبل على شرائها الأفراد بنسبة أكبر. المؤسسات بتدخل فيها لما بتجد فيها فرصة حقيقية في بضربات محسوبة نتيجة لأخبار حقيقية، نتيجة لتوزيع أرباح أو إعلان نتائج شركات أو تغييرات جذرية في مجلس إدارات بعض الشركات أو موافقات من الهيئات الرقابية على تغيير في بعض البنود اللي موجودة في النظام الأساسي اللي بيعمل طفرة حقيقية في الأداء. اللي احنا شايفينه النهاردة في السوق إنه المؤشرات كلها ابتدت إلى حد كبير تتحد في الاتجاه. يعني لما بيحصل نمو في السوق بيحصل نمو على مستوى الأربع مؤشرات مرة واحدة، ولما بيحصل موجات جني أرباح أو تراجع أو استقرار برضو بتحصل على نفس المستوى. دايما المؤشر القائد اللي هو 30 بيسبق بقية المؤشرات في الحركة بتاعته، ولكن في معظم الوقت بتمشي كلها في نفس الاتجاه. نعم. هل كان من تأثير على أداء تعاملات اليوم بعد إعلان مؤسسة ستاندرد أند بورز رفع تصنيف تقييم مصر الائتماني؟ هو ده طبعا احد اهم العوامل اللي بتحكم دايما نظرة المستثمر سواء كان فرد او مؤسسة للسوق اللي هو بيتعامل معاه، حتى لو كان سوق وطنه. نعم. سوق بلده. ليه؟ لانه مهم جدا ان انا اعرف ازاي العالم الخارجي بيشوفني، ازاي الدنيا كلها بتشوفني. هل بتشوفني بنظرة انه مهما عملنا ومهما حاولنا مفيش فايدة، ولا احنا ابتدينا نتنقل على الطريق السليم وانه صحيح لسه الطريق قدامنا طويل، ولكن الخطوات اللي احنا بناخدها النهاردة هي خطوات على الطريق الصحيح، وانها في الاتجاه اللي يوصلنا الى نسبة نمو حقيقي في الدخل القومي. نعم. النظرة بتاعت ستاندرد اند بور المؤشر الائتماني ما تغيرتش في مكانها، ولكن اتغيرت بس في النظرة المستقبلية من سالب الى مستقر. وبالتالي رغم ان احنا لسه في مرحلة السي، ولكن يكفي ان احنا النهاردة ابتدى الدنيا تبص تقول احنا هنقرأ اللي هيحصل في الربع الرابع من السنة دي اللي هو يعتبر الربع الثاني من ميزانية الدولة، وهنشوف ايه اللي هيجرى. وبالتالي التصنيف الائتماني بتاعنا مرشح انه يسيب السي قريب جدا في خلال الشهور القليلة القادمة، ونرجع تاني للبي، وده معناه عودة كبيرة لرؤوس اموال اجنبية وخصوصا في السوق السنوية اللي هي البورصة، في ان هم يرجعوا يشتروا اسهم تاني. وبالتالي المؤشر بتاعنا لو ما ده يحصل مرشح لانه هو يعدي 7500 نقطة الى 8000 نقطة. وبالتالي النهاردة المؤسسات المالية الداخلية بتاعتك وخصوصا الناس اللي عندها مدخرات زي الصناديق الخاصة ابتدت تفكر جديا في انها تدخل السوق، وخصوصا في تشجيع من التقارير المالية اللي بتصدر سواء محليا او دوليا بتؤكد ان اسعارنا في السوق المصرية لا يزالت تحت القيمة العادلة للاسهم، وبالتالي هناك لسه فرصة استثمار في اللي هيشتري النهاردة اسهم، ان هو لما هتعود الاسعار لقيمتها العادلة وقيمتها الفعلية في السوق
هيقدر ينمو يجني ارباح راس ماليه مع الارباح السنويه اللي ابتدت الشركات المقيده تحصل عليها بالفعل. نعم، لاحظنا ايضا عمليات شراء قويه من قبل المستثمرين العرب. تقييم حضرتك لاداء المستثمرين العرب والاجانب والمستثمرين المصريين بطبيعه الحال؟ لازم نلاحظ او ما نقرا البورصه بتاعتنا في نطاق البورصات الخليجيه. نعم. المؤشر بتاعنا النهارده كان صاعد، ولازم نشوف معاه حركة المؤشرات الخليجية، لأن احنا ابتدينا نشوف ان هناك ترابط شديد جدا ما بين البورصة المصرية والبورصات الخليجية في حركة الصعود والهبوط. نادرا في أيام قليلة جدا لما بيحصل اختلاف في الاتجاه، ولما بيحصل اختلاف في الاتجاه بتكون البورصة المصرية قائدة في الاتجاه. يعني لو النهاردة السوق ابتدى عندنا يطلع وكان لسه بينزل في البورصات الخليجية، هنلاقي ان بكرة البورصات الخارجية لحقت بالبورصة المصرية وابتدت الصعود. فالمستثمرين العرب ابتدوا يلاحظوا ده نتيجة لوحدة المستثمر الأجنبي. المستثمر الأجنبي اللي بيشتغل عندنا هو نفس المستثمر الأجنبي اللي بيشتغل هناك، وبالتالي في اتجاهات مشتركة ابتدت تحصل. المستثمر العربي وخصوصا الأفراد منهم وبعض المؤسسات البنكية ابتدت تلاحظ العلاقة دي وابتدت تستثمرها، ولذلك نلاقي انه قبل ثورة يناير كان نسبة العرب بتوصل ما بين 4 و5%، النهاردة بقت بتعدي 10% في ايام كتيرة. يبقى ده معناه انه ابتدى يحصل اقبال من المستثمرين العرب ومن البنوك العربية اللي خصوصا في منطقة الخليج للدخول للسوق المصرية، وشايفين ان هناك فرصة استثمارية جيدة لا تزال قائمة في مصر، وفي درجة من درجات الامان، لانه خلي بالك الاموال لما بتعبر الحدود بتبقى اهم حاجة عندها هي المخاطرة. نعم. اهم عنصر المخاطرة، فمخاطرتنا قليلة وارباحنا عالية. نعم، تفسير حضرتك ليه تراجع نشاط الاجانب بحوالي 3% مع اتجاه بيعي؟ الاجانب حاليا داخلين على مرحلة نهاية السنة المالية عندهم ومرحلة وفترة الأجازات، وبالتالي كل سنة في الفترة دي اللي هي شهر نص الأخير من شهر 11 بتبتدي تعاملات الأجانب تقل بشكل ملحوظ، وتبتدي تزيد في مرحلة ما قبل الكريسماس، لأنه الفترة دي بتكون فيها إعادة تقييم وتوزيع للأدوار في المحافظ الاستثمارية للعملاء. النهاردة في مرحلة من مراحل احنا الاجانب اللي عندنا معظمهم مؤسسات. نعم. والمؤسسات بتعتمد على طريقة في تقييم الاداء مع نهاية كل فترة مالية. مع نهاية كل فترة مالية لازم يظهر قيمة سوقية لكل عميل بيديروا امواله، سواء كان فرد او مؤسسة او صندوق ادخار او خلافه. فمجموعة مديرين الاستثمار يهمها انها يوم نهاية الفترة المالية توصل الى اعلى تقييم ممكن في المحافظ المالية المختلفة، ولو عندهم اي محفظة مالية نسبة الاداء بتاعتها مختلفة عن بقية المحافظ فلازم يحصل نوع من انواع التوازن في النسب، بحيث ان النسبة العامة لمدير الاستثمار تكون تقريبا في حدود واحدة، حتى يعني تبقى شكلها يعني اكثر ثقة واكثر اطمئنانا للمستثمرين ان هم يستمروا معاه لعام مالي قادم، ويقدر يبني على ده الدعاية بتاعته في المستقبل. فاللي بيحصل انه بيحصل عمليات توازن، بيتنقل بعض الأرباح الأسهم الواعدة جدا ممكن تتنقل من المحافظ اللي بالفعل حققت حجم إيرادات عالي إلى محافظ ما قدرتش إنها تحقق حجم الإيرادات ده، فده بيفسر لك النشاط اللي كان موجود في الفترة السابقة. نعم. يبتدي دلوقتي فترة إعادة تقييم، ثم فترة إعادة بقى البيع عشان يقدر يحقق حجم السيولة اللي مطلوب عنده، وده بيكون في النص الأولاني من شهر ديسمبر، وهتلاقي نشاط شديد جدا للأجانب في النص الأولاني من شهر ديسمبر قبل فترة الأجازات على طول. نعم، من وجهة نظر حضرتك إيه أبرز القطاعات الناشطة في السوق اليوم، ويعني لماذا نشطت يعني هذه القطاعات؟
النهاردة في ملاحظة كانت جميلة جدا في السوق انه القطاعات متوازنة في نشاطها. نعم. النسبة العليا لأقوى قطاع اللي هو قطاع البنوك كان 17% وكسر 8.10 بقى يلي قطاع الخدمات المالية 13% وكسور يعني النسب متقاربة، وبالتالي ده معناه نشاط جماعي. كل القطاعات بتنمو بنفس الدرجة، كل القطاعات وعدة، يبقى معناها ان السوق ولكن هل هو اللي جيد. نعم، ولكن هل من وجهة نظرك هل هناك من قطاع ما وعد يستطيع المستثمرون ان يضعوه نصب اعينهم؟ ما في مراحل. المرحلة اللي احنا فيها مرحلة مرتبطة باعلان نتائج شهر 9، وبالتالي طبعا البنوك هي اسرع ناس بتعلن واسرع ناس قدرت ان هي تاخد فرصة في تحقيق ارباح عليها، وبالتالي خدت مرحلة الصدارة. النهاردة لما البنوك هتوصل لمرحلة تشبع شرائي، يعني بمعنى ان القيمة السوقية هتبقى قريبة من القيمة العادلة، هتبتدي تظهر القطاع التالي، قطاع الخدمات المالية اللي بيحقق دايما ارباحه ارباح تاليه لقطاع البنوك. نعم. يجي وراه قطاع العقارات، ثم قطاع السياحه لو حصل عفوا قطاع السياحه لو حصل نشاط ابتدى يستمر في المرحله اللي جايه اللي ابتدى فعلا انه يحصل في المرحله اللي فاتت. نعم. اخيرا استاذ محمد، توقعات حضرتك لاداء السوق يوم غد، وهل ستتاثر بالدعوات التي يتم الاعداد لها لاحياء ذكرى محمد محمود بعد غد؟ السوق هيستمر في الاتجاه الاخضر بكره وبعده. هل يمكن ان تسود حاله من الترقب الحذر على اداء المستثمرين يوم غد؟ بعد غد هتبتدي الحقيقة هي اللي تفرض نفسها على السوق. الفترة دايما احنا عندنا قاعدة في السوق يقولك اشتري على الشائعة وبيع على الحقيقة، لان الحقيقة بتبقى ملك للجميع، لكن الشائعة دايما بتبقى ملك لفئة قليلة اللي هي مصدرها. وبالتالي الحقيقة اللي هتحصل يوم 19 نوفمبر، واحنا كلنا ثقة في ان الدولة المصرية قوية وان الشعب اقوى كمان. نعم. والشعب هيتصدى لاي محاولة لهدم مؤسسات الدولة، وبالتالي الحقيقة هي اللي هتفرض نفسها. لو الحقيقة فشلت اكيد السوق هينهار. نعم. الف سلامة لحضرتك، شاكرين للاستاذ محمد وجيه خبير اسواق المال، شكرا لحضرتك على تشريفك في حلقة اليوم. شكرا يا فندم. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مؤشر النيل، في الغد إن شاء الله حلقة جديدة، وإلى اللقاء.